أطباق شعبية ستغيب عن موائد اللبنانيين في رمضان بسبب الغلاء الكبير. فشهر رمضان المبارك يطل للسنة الرابعة على التوالي في ظل أزمة اقتصادية أرهقت اللبنانيين، وصنفها البنك الدولي ضمن أكثر ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وضع سيء كتير بالنسبة لارتفاع الدولار، الوضع تعيس صاير هون، ما فيك تشتري شيء. كنا نقول بالأول ناكل بصلة خبزة وبصلة بدل اللحمة ومش عارف شو، هلا البصل 100,000 120,000، ما فيك تشتري شيء. البطاطا ب 40، اللبندورة ب 60، ما عم فيك تعمل شيء. رمضان جاي والنار مولعة. ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان في أكتوبر 2019 وحتى مارس 2023، زاد سعر صرف الدولار الأمريكي 90 ضعفاً مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، مما انعكس على أسعار كافة السلع دون استثناء عشيات شهر رمضان. هيجي علينا رمضان ما حتقدر تكمل السفرة على السفرة. اللي عنده عائلة شو بيعمل؟ انت بتقدر تجيب صحن الفتوش؟ ما بتقدر يا خيي، ما بتقدر. يعني مثل انا مريضة عندي مسؤولية، عندي عائلة، ما بجيب لهم صحن الفتوش من وين؟ قل لي شوي. اكيد في عالم مش قادرة تشتري مثل الاول، وفي عالم عم تشتري. يعني هي بالنهاية نحن مرة واحدة بالسنة عم نزين لشهر رمضان، المفروض نزين. يعني في عالم ايه عم تاخد، وفي ناس ما قدرتها. وترتفع أسعار مختلف السلع في لبنان بشكل يومي وعلى مدار الساعة. وحسب الأرقام المحدثة للأمن الغذائي التي أصدرها البنك الدولي في مارس 2023، فقد سجل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء حول العالم منذ العام الماضي، وذلك نتيجة التدهور السريع للأوضاع الاقتصادية والتراجع اللافت في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. عدد من اللبنانيين أعربوا عن صعوبة في تأمين الكثير من المواد والسلع الأساسية لاستقبال الشهر الفضيل.